بما انه عم تحكي عن الاحساس، مغرومه؟ مغرومه؟ لا منك مغرومه. لا. كنتي مغرومه؟ اي انغرمت اكيد. اي متى اخر مره حبيتي؟ من شي 3 سنين. وجعتك هالعلاقه؟ جدا، كانت كثير على توكسيك سامه. كيف طلعتي منها؟ انت طلعتي ولا؟ والله ضلتني وقت لتشافيت منها بصراحه، اخذت معي وقت. شو بتعمل فينا العلاقات السامه؟ والله شو بتعمل فيكي؟ بتبطلي تحبي حالك، بتبطلي تعرفي قيمه نفسك، خصوصي اذا انت كنتي مع حدا نارسست. فضليتني وقت لرجعت توازنت بعد هي العلاقه، لحد هلا ما عاد حسيت ب ما عاد صار هذا الكليك بيني وبين اي شخص لحد الان. ليه صعب؟ ما عم حس بالامان، لانه ما عم لاقي شخص يحسسني بالامان، لانه كان فعلا كان فعلا ما كانت حلوه. هالقد تاثرتي، بتتذكريها بمراره.